استاذ محمد عبد المنعم، انا عايز اعرف ايه اللي دشملك الدشمله السوداء دي؟ انا حضرتك ليا واحد جاري شغال في نيابه شبرا الخيمه، تمام؟ اتصلت بيه المدام بتاعته، قالت ان اخويا المعاق، انا ليا اخ عنده اعاقه، تمام، بيعكسها. جه من غير ما يسال ولا يتكلم هجم عليا واحدث فيا الاصابات اللي حضرتك شايفها. بيتهجم عليك لوحده ولا كان لا لا، معاه كان ناس؟ معاه ناس حوالي 15 20 واحد، معاهم اللي معاه كرباك واللي معاه سنجة، وهو نفسه كان ماسك قطر في ايده. كان معاهم سلاح. بيتهجموا عليك فين بالظبط؟ في البيت عندي في المكان اللي حضرتك قاعد فيه، ودخلوا ورايا اوضه النوم، هو والثلاثه تانيين، وفضلوا يضربوا فيا، وحضرتك هتشوف المنظر بتاع الدم، منظر فظيع. يعني علشان شكوى من مرات واحد شغال في نيابة شبرا الخيمة تمام ان اخوك المعاق عاكسها، فمن غير ما يتاكد جه عمل فيك كل البلاوي دي. بالظبط كده. تمام، طب احنا ممكن نشوف اخوك؟ يا عم بيقولوا ان انت عاكست الناس و يا فندم انا ما بقدرش امشي بايدي ورجلي، انسان تقيل عاكس ازاي؟ يعني انت ما عاكستش حد؟ ولا عمري عملتها، ولا بقالنا 30 سنة هنا، ما حدش هيشتكي مننا من الموضوع ده. تمام، الف شكر لحضرتك. شكرا. المفروض الاستاذه اللي بتقول ان حد عاكسها دي بنت المنطقه وجارتكم، يعني فهي تمام يعني ازاي تعمل كده اصلا؟ يعني والله يا فندم، الموضوع ده مش أول مرة يتكرر منها، وحصلت واقعة قبل كده من واحد برضو، واتهمته إن هو اغتصبها، تمام، وبرضو خلص الموضوع إلا بالجواز برضو. يعني هي معتادة شكاوى كيدية في الشكاوي الناس. الكيدية وكده. الموضوع بسيط، يعني واضح مستحيل يعكس حد، تمام فأي وكيل نيابة رئيس نيابة هيتكلم معاه هيبقى عارف إن الموضوع ده كله كيدي. يا فندم، حضرتك انا بقول لحضرتك هو شغال في نيابه شبرا الخيمه، مين اللي شغال في نيابة شبرا الخيمة؟ اللي اعتدى عليا، هو تمام، واخواته. حضرتك احنا دخلنا رئيس النيابه، رئيس النيابه بنتكلم معاه، بيقول لك انا اخويا، بيقول انا لساني تقيل ما بقدرش اتكلم. رئيس النيابه قال له خلاص احنا هنخلي المباحث تخليك تتكلم. تهديد رسمي كده. بالظبط كده، هو مش في محضر رسمي، بس كان الكلام واضح، وكان الاستاذ محمد المحامي بتاعي قاعد، والدنيا كلها كانت موجوده. قال له انا هخلي المباحث تخليك تتكلم. طيب احنا نسأل المحامي ونشوف رأي المحامي ايه في القصة اتفضل دي. يا فندم. ألف شكر للسيادة. عفوا، انا كنت حاضر شخصيا، لقيت رئيس نيابة اول شبه الخيمة بيقول له يا فندم ده ما بيكلمش، سامح عنده اعاقة، قال لي احنا هنخلي المباحث تنطق تكلم. طبعا لقيت ايه الموقف، ان انا جاي لك، انا مصاب باصابات كتيرة، يعني اكتر من كذا، من 50 اصابة في انحاء متفرقة من جسمي، بالاضافة ان الكرباج المضروب بيه هو واخته، والسكينة محطوطة على رقبته. ده جريمة شرافة قتل، مش جنحة عادية، بالإضافة إن في مبالغ مسروقة وموبايلات مسروقة. اتحقق في الموضوع ده، هو اعتبره جنحة عادية، جنحة ضرب عادية، وبالتالي ما كان عايز يصالحهم على بعض والموضوع انتهى. بل العكس، ده شرف القتل، ده مفيش تصالح، بالإضافة السرقة بالإكراه مفيهاش أي تصالح. بس للأسف تبين لنا موقف اللي هو قاله المتهم محمد طلبة، قاله فعلا، قالوا انها ما حدش يعرف حاجه يعمل حاجه معايا في النيابه، وانا النيابه كلهم حبايب، وبتوع القسم حبايبه، وهيظبطوا تحالات المباحث. فمحمد طلبه ده بما انه موظف في النيابه فبيستغل وظيفته، تمام، في انه بيبلطج على الناس. تمام تمام الف شكر لحضرتك استاذ محمد، شكرا جزيلا. ده حضرتك انا كنت جوه بغير، دخل كسر الباب بتاع اوضه النوم، تمام، زي ما حضرتك شايف كده، وده التيشيرت اللي انا كنت لابسه وقت الواقعه، زي ما انت شايف الدم، وده السرير اللي كنت جنبه، الدم زي ما حضرتك شايف، وجنبي هنا اهو، انا هنا وقعت، هو طلعني من الشباك دوت، وقعت هنا، ضربني زي ما حضرتك شايف، والدم زي ما انت شايف، وادي التيشيرت اللي كنت لابسه اثناء الوقت. الباب اللي اول ما دخل وكسروه، وادي حضرتك زي ما انت شايف الرون اهو، الرون الاخرى. طب. جاء الكالون من تاني ضربة، الكالون وقع في الأرض بكرة. أنا حضرتك شايف الباب بايظ خالص، مش نافع. الجيران هنا عملهولي، هما كسروا الباب ودخلوا عليك ضربوك.